أرجع مع حضراتكم مرة أخرى، والاحتفالات ويوم التنصيب واليمين وبدء الولاية الجديدة، الجمهورية الجديدة من العاصمة الإدارية والبرلمان المصري لأول مرة في المقر الجديد الرائع في العاصمة. كل العاصمة روعة النهاردة. المشهد النهاردة يعبر بحق عن الجمهورية الجديدة. سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، أولا مساء الخير على حضرتك، يوم عظيم ومشهد يليق بجمهورية جديدة. مساء الخير يا حمد بيه. الحقيقه النهارده احنا سعدنا ب يعني تشريف السيد الرئيس لمجلس النواب الجديد في العاصمه الاداريه، وفي اسمى مناسبه وفي اجمل مناسبه يعني بيعشقها المصريين، اللي اختاروا رئيسهم بحق ارادتهم واللي قالوا كلمتهم عبر ثلاثيه اختراع وقدام العالم كله، اللي شهد هذا برنامج الانتخاب اللي حصل وقدر يحس فيه ان في مشاركه شعبيه في جميع محافظات مصر. النهارده بنترجم ده الى تنفيذ البرنامج التنفيذي للسيد الرئيس، وانا اعتقد يعني بصمات السيد الرئيس النهارده وخطاب السيد الرئيس النهارده وتاريخ السيد الرئيس النهارده كان يعني بمثابه حفل كبير من جميع النواب اللي رحبوا بسيادته، واللي كانت في كل يعني فقره في الحديث او في كل موقف بنتكلم عنه بتلاقي الاحساس بالتصفيق والاحترام والتقدير للسيد الرئيس. سياده الرئيس اتفضل. سياده الرئيس النهارده اتكلم على التحديات، اتكلم على التحديات الاقتصاديه الامنيه السياسيه. بالظبط كده، ما هو دي الحقيقه يعني خطاب تاريخي مهم جدا. وخدنا بيه بجوله عابره عن الماضي واللي حصل فيه ودخلنا في المستقبل، وكان حديث الحقيقه منصب النهار السنه دي في برنامج كبير. بعد في بدايه الحديث الحقيقه كان بيتكلم على مستقبل مصر وهنعمل ايه ورايحين على فين، وحط برامج يعني ده يعتبر اعتقد تكليفات للحكومه وللشعب كله في الفتره الجايه، حدد معالم النهضه المصريه الحديثه. اتكلم على الزراعه ويحصل فيها ايه عشان الامن الغذائي، واتكلم على الصناعه وتصنيع مصر والرقي فيه والصادرات، واتكلم على برامج خاصه بالسياحه والقطاع الخاص وكل ده. قال لك وحددها حتى قال لك في محليه واجنبيه. هو في خطابه كان بيتكلم على دعوه القطاع الخاص بالمشاركه سواء كان مصري او عربي او اجنبي. نعم. وفي نفس الوقت النهارده يعني ادى تشجيع دفعه جديده جدا الى كل المجالات الاستثماريه اللي ممكن تسوق لمصر، سواء كان زراعه، صناعه، اي تي، نظم المعلومات. نعم. الهيدروجين، الغاز، الاستكشاف الجديد، الاعداد الكبيره اللي ممكن تزداد عن او البنيه الاساسيه المطلوبه عشان الاعداد الكبيره للسياحه اللي ممكن تتدفق الى مصر. كل دي فرص استثماريه كبيره، هي عباره عن دعوه واضحه الى كل القطاع الخاص بكل نوعياته وتخصصاته انه يشارك في هذه النهضه. واضح طبعا انه الموقف السياسي بتاعنا وثوابت الامه اللي وقف عليها واشاراته الى كل الخطوط الحمراء السابقه اللي محدش يقدر يجي ناحيتها واللي بيتحدى فيها العالم كله كانت واضحه في امن واستقرار المنطقه اللي هو امن مصر واستقرارها. بالظبط كده. لا يعلو عليه اي شيء. بالظبط بالظبط كده. وطبعا هو كالعاده دايما بيتكلم جلوبال، بيتكلم على كل مصر وبيتكلم على شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد. يعني هو لما بيتكلم عن نهضه حضاريه جديده بيتكلم عن مصر كلها. نعم. والنهارده الحقيقه الخطاب فيه توجهات واضحه المعالم لاي حكومه يعني هتشتغل بعد كده، واضح قوي ان الطموحات بترتقي. الطموحات النهارده بتتزايد وقدام التحديات. يعني انا عايز اقول لك ان احنا من بطن التحديات ومن من 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 كل المأساة اللي حصلت للعالم كله الفتره اللي فاتت دي نتيجه كورونا او الحروب، احنا قدرنا النهارده نقف على نفسنا وقدرنا نعمل النهضه اللي احنا فيها النهارده، وقدرنا نقول للعالم رغم كل التحديات دي احنا ما زلنا بنعمل معدلات نمو مرتفعه وما زلنا بنكمل مشوارنا وما زلنا بنقوي جيشنا وما زلنا بنطور كلمتنا ودورنا الاستراتيجي في المنطقه، وبنتكلم عن الدور المحوري سواء كان السياسي او الاقتصادي في المنطقه، ودول محورين مهمين جدا. يعني طول ما انت قوي وطول ما انت قاعد بترسم
رؤى مستقبل طموحه تخليك دايما انت قاعد في اعداد الدول المتقدمه، كل ما الناس تثق فيك والناس تحس انك انت بتفكر تفكير علمي جديد رفيع المستوى. وده طب النهارده اللي بيحقق القيمه المضافه. القيمه المضافه النهارده اللي سياده الرئيس حققها، ويمكن انا دايما بتكلم عن القصه دي. لما نبص على الارقام اللي بتتكلم على القيم المضافه، مين في مصر يقدر دلوقتي يجمع الارقام اللي حصلت وزادت من اصول مصر ومن قيم اراضي مصر ومن قيم الناتج المحلي الاجمالي في مصر؟ مش الناتج المحلي بس اللي هو المباشر اللي احنا بنشوفه في الموازنه. لا، انت النهارده لما بتيجي زي العاصمه الاداريه النهارده، العاصمه الاداريه النهارده دي من 10 سنين كان المتر فيها ما يسوش 100 جنيه. النهارده المتر فيها 30,000 و40,000 ودي قيم مضاعفه. نعم. تخيل بقى ان نفس الفكره لو انت ترجمت ده الارقام، قيمه العاصمه الاداريه النهارده تسوى قد ايه؟ ولما تمسك على الظهير العمراني او المدن الجديده اللي حصلت في كل محافظات مصر، المنصوره الجديده وبني سويف وسوهاج كل ده، كل ده عمل قيمه مضافه عاليه جدا، وخرج خرج الناس من الوادي الضيق 6% طلعهم الى 12 وعاوزين نوصل ل 20، والرؤى جديده النهارده بتجري. النهارده خليه نحل شغاله في مصر كلها في كل ربوع البلاد. الحقيقه يعني احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق قائدنا واحنا خلفه. والنهارده اقسم لوطنه ولشعبه، واحنا بنقسم امام الله ان احنا هنكون اوفياء ليه ونمكنه ونشجعه ونقف جنبه ونكمل معاه المشوار. ده قسم من كل مواطن يحب بلده ويحب امبارح. والسيد المستشار حنف جبال النهارده اشار لهذا الامر النهارده في الكلمه البشرى. أيوة. اللي جت امبارح من والاشاده والشهاده الدوليه برلمان دول البحر المتوسط جائزه بطل السلام للرئيس عام 24. حضرتك تابعت هذا الامر ازاي من بدري، وكمان الاشاده اليوم والاشاره من رئيس مجلس النواب النهارده؟ هو الحقيقه الرئيس يستحق، لانه يعني احترام وتقدير العالم كله ومواقف السيد الرئيس وثقه الزعماء بره في السيد الرئيس هو ده اللي خلى مصر النهارده تبقى في الصداره. نعم. لاي قرار سياسي في المنطقه. نعم. ولما بنتكلم على قرار سياسي قوي معناه ان وراه جيش قوي وراه قائد قوي وراه دوله قويه. نعم. ده هو ده الحقيقه الرساله الحقيقيه. لما يجي النهارده برلمان زي اللي حضرتك اتكلمت عنه النهارده 33 دوله قاعدين برلماناتهم تقول ده يستحق افضل جائزه وارفع وسام لاعظم جائزه عندهم. الجائزه دي ليها قيمه معنويه، ليها قيمه فيها رساله ان ده الشريك القوي، ده القائد القوي، ده اللي له مصداقيه، ده اللي نقدر نعتمد عليه في المنطقه، ده اللي قدر يحقق. ومعالي التحقيق بقى هم ذكروها على رئيس الخطاب. الحقيقه اللي مبعوت بيديهم هم بيوصفوا ليه ادوله الجايزه. فاتكلموا على مواقفه السياسيه. وقالوا قد ايه هو يعني تفاعل مع غزه بالحرب في غزه دي. نعم. تفاعل معها بعقلانيه شديده جدا وبرؤى واضحه وبتحذيرات. في خطوط حمراء. نعم. ما حدش يقدر يجي ناحيتها، لكن حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. هو اول من ايدها. معبر رفح مفتوح. ودخول المساعدات. معبر رفح. اتفضل. معبر رفح اعتقد العديد من زوار رؤساء الوزارات. العالم وجي يعني امير الامم المتحده وجي مجموعه كبيره جي من البرلمانيين وراحوا المنطقه وشافوا قد ايه احنا عاملين تسهيلات وتيسيرات لدخول البضاعه لغزه والمعبر مفتوح على طول. وبعدين الدور المحوري في اللي تقوم بمصر والمخابرات المصريه الحقيقه يعني دور رائع ومقدر جدا ان الناس اللي قاعده بوساطه بين الفصائل الفلسطينيه بينها وبين بعض والفصائل الفلسطينيه كلها مع الجانب الاسرائيلي. نعم. واضح قوي ان في دور حيوي وكل معلومه بتحصل لازم يرجعوا لمصر فيها. انا بقول الكلام ده عن ثقه، واصحابي واصدقائي بره بيقولوا لي الكلام ده. بيقولوا لي كل المعلومات بنستقيها من عندكم وكل المعلومات احنا شايفينها
وبناخد المصداقية المعلومة من عندكم انتم. نعم. من الأجهزة بتاعتكم انتم المصرية. نعم. أنا الحقيقة أنا سعيد بالدور المصري بتقوم بيه سواء كان في السر أو في العلن. وسعيد جدا إنه الناس بدأت تشعر بوزن مصر. لما يطلع الراجل اللي هو رئيس النيتو وأنا حضرت الاجتماع ده كنا في بروكسل ويقول إحنا بنسعى دايما إن نحط إيدينا مع الدولة القوية. الدولة اللي لها مصداقية. الدولة اللي قائدها قوي يقدر ينفذ أي تعهدات نتفق عليها معاها. نعم. هي مصر. نعم. وفي النهاية قال هي مصر. واخد بالك؟ الحقيقة أنا بحيي السيد الرئيس على التاريخ على الكارير الدبلوماسي اللي عمله. وهذا الكارير الدبلوماسي اللي حصل الحقيقة يعني عايز أقول لك حط مصر في وقار كبير جدا. وقادة العالم اللي بتيجي النهاردة تقابل السيد الرئيس. ده من أسبوع بيقولوا 6 من قادة العالم مرة واحدة. صحيح. جايين هنا بلده عشان يقولوا له نعم. إحنا بنحط إيدينا في إيديك في تعاون نعم. استراتيجي شامل. والكلمة دي لها دلالة كبيرة. الحقيقة يعني احنا في مكان حلو. والنهاردة الرؤى الجديدة اللي اتفضل سيادة الرئيس وتكلم عنها هي دعوة جديدة. ومحتاجين بقى النهاردة ان احنا نبدأ نسوق نفسنا بقى. تسويق مصر. براندنج مصر. ان احنا نعلي القيم المضافة لكل منتجاتنا ولكل خدماتنا. الموقعنا عاوزين نستغله استغلال افضل. والاستاذ الرئيس النهارده اتكلم عن الحته دي. قال لك احنا هنتكلم على المواني المحوريه في المنطقه. مركز عالمي. المراحه البحريه التجاره العالميه والحاويات التجاره العالميه. وموقعنا ده حقنا الطبيعي لان موقعنا كده. نعم. ده بيحتاج مجموعه كبيره من السياسات ومن البرامج ومن التشريعات ومن التسويق الفكرة نفسها على مستوى العالم عشان نجيب الشريك اللي جاي بخبراته والتكنولوجيا بتاعته يقدر يمدنا بيها. محتاجين الفترة اللي جاية دي عملية تسويق لكل ما عندنا من منتجات نفجر فيه الطاقات الكامنة اللي عندنا. وعندنا طاقات كامنة كبيرة جدا. محتاجين نشوف موضوعات السياحة والأعداد بخطة جديدة خالص. محتاجين نشوف رحلة الحج المسيحي أو رحلة العائلة المقدسة. ده برضو إيران ممكن جدا لأن مصر عبر التاريخ هي اللي حمت المسيح. وهي رسالة مهمة جدا. إن المسيح مصر حبته في عبر التاريخ. ودي رسالة روحانية. تقول قد إيه إحنا بنعشق السيد المسيح اللي كان عندنا وقد إيه إحنا قدمنا له تيسيرات. ودي حتة روحانية للشعب المصري مع كل الأديان الأخرى. الأديان السماوية. السماوية الأخرى. نعم. احنا عندنا امكانيات ضخمه على البحار وعلى الشماليه وعلى الجنوبيه. وان شاء الله مدينه خير المشروع اللي حصل بتاع راس الحكمه ان شاء الله هيتفرغ كتير. ودي دلاله واضحه ان احنا بنفتح الباب على مصرعيه الاستثمار العربي مره تانية. ويتفضلوا الجماعه اصحاب رؤوس الاموال واصحاب التكنولوجيا ان يخشوا باموالهم ويستثمروا سواء كان في مجالات السياحيه او التنميه العمرانيه او المجالات الصناعيه. احنا محتاجين دلوقتي صناع العالم يجوا عندنا. محتاجين نعمل تصنيع مصر. ده برضو محتاجه سياسات جديده. محتاج نعمل المدن الصناعيه المتخصصه. محتاج نشوف امكانيات المحافظات ايه ونعمل تنافسيه بين المحافظات. المحافظات اللي عندنا امكانياتها كبيره جدا لكن مش مستغله. عاوزين نعمل النهارده يعني تنافسيه في تنميه قدرات المحافظات الكامنه كلها. نعم. ونسوق هذه القدرات الكامنه لكل محافظه على حده نقدر نطلع منها ايه ونخصصها في انتاج ايه والانتاج ده يقدر يعني يزيد ويتعمل فيه زياده انتاجيه وزياده قيمه مضافه ويتصدر انتاجها للخارج وتتمتع بامكانياتها سواء كانت بشريه او زراعيه او صناعيه او الحقيقه احنا مصر بقى كلها عاوزه تنطلق نحو الانتاجيه وزياده الانتاجيه. صح. الانطلاقه الكبيره دي كلها اللي هي سياده الرئيس النهارده بكلمات بسيطه عبر عن هذه الانطلاقه وعبر عن التسييع ليها وعبر عن المصادر السليمه. اتكلم على التصدير. بالظبط كده. يعني هو اتكلم الحقيقه انا بقول لك هو في ما قل ودل يعني اتكلم في بتركيز جامد جدا على كل المشاريع اللي ممكن انها تقدم الفتره اللي جايه. ان شاء الله احنا على المسار الصحيح وهتسع وفاءات كبيره جدا. وادي احنا هو مشاكل يعني موضوع الدولار وسعر الصرف هو خلاص بقى في خبر كان بقى في خبر كان وبقى في انفراجه كبيره جدا في البنوك. وانا بحيي الحقيقه محافظ البنك المركزي وبحيي الحقيقه السياسات النقديه اللي حصلت. ومطلوب الفتره اللي جايه السياسات الاقتصاديه انها تمشي جنب الى جنب مع السياسات الماليه والنقديه. محتاجين السياسات المشجعه للاستثمار والقضاء على البيروقراطيه بكل اشكالها
والنظم الحقيقه العقيمه اللي بتاثر وبتزود التكاليف وبتخلي المستثمر يمل ويزهق من التعامل. آن الاوان النهارده ان يكون في خطوات جاده لوقف. حضرتك كنت معانا هنا بعد ما رجعنا من غانا وقلت الدولار هيكون من الماضي، هل شايف هذا الامر بالفعل؟ انه في اراء اخرى بتقول انه الحكايه هتاخد وقت وبعدين يرجع تاني الدولار، بتشوف دي شائعات ولا الاجراءات اللي واخداها النهارده سواء البنك المركزي مع الحكومه انه يؤدي الدولار هينزل كمان؟ ان شاء الله ينزل تاني ونكمل مسيره التقدم، بس عشان احنا نثبته وننزله ويبقى قوي ونقوي الجنيه قدامه. احنا عاوزين مجموعه كبيره من السياسات الاقتصاديه لتشجيع الاستثمار وتشجيع الانتاج وتشجيع التصدير ولتشجيع الانتاجيه كمان. يعني احنا عاوزين نتغنى بقدراتنا الاقتصاديه كلها عشان احنا نفكر في الاكتفاء الذاتي للامن الغذائي بتاعنا، نفكر في تصنيع مصر، نفكر في عمليات فتح اسواق جديده، ونفكر في تعظيم القيمه المضافه لاصولنا، نفكر في البنيه الاساسيه المطلوبه للسياحه الجديده. احنا بنستهدف 30 مليون سايح. نعم. 30 مليون سايح دول عاوزين بنيه اساسيه. نعم. وعاوزين بنيه فوقيه، وعاوزين طرق، وعاوزين مطارات جديده، وعاوزين فنادق جديده، وعاوزين غرف وسائل. وعاوزين فنادق، وعاوزين محتاج كل ومحتاج تنتشر في مصر كلها. رحله العائله المقدسه محتاج ترتيبات جديده وبسرعه تعمل لك ايراد ثانيه جدا. سانت كاترين والتجلي الاعظم. كل ده انا بقول لحضرتك يعني انت دي امكانيات، دي امكانيات عندك عظيمه جدا، سواء كان في الاقصر او في اسوان او في الوادي الجديد او في السواحل، او انت عندك ربنا وهب لنا في كل محافظه. صحيح. خير عاوزين نفجره وعاوزين نعمل فيه قيمه مضافه، وده بقى دي سياسات اقتصاديه اللي بنتكلم عليها، ازاي تشجع الناس تخش تقتحم الاستثمار وتعمل استثمارات، لما بيجيب مستثمر ينجح بيجيب بعد كده عشرات ينجح وراه، لانه خلاص المثل بقى موجود. المناخ بيتحسن كل يوم، انا شايف تشجيع السيد الرئيس للقطاع الخاص بقى واضح في كل خطاباته، واحنا وراه ومعاه، وان شاء الله هنكمل المسيره وهتشوف مصر كما ينبغي ان تكون ان شاء الله في القريب العاجل. سيد النائب محمد ابو نعيم بشكرك شكرا جزيلا، وكيل مجلس النواب، وكل التحيه لحضرتك.